بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة هذا الشهر المعظم المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وبلغنا رمضان ووفقنا لصيامه فرضا في نهاره ولقيامه ليلا على سبيل السنة. فالحمد لله الذي جعل رمضان محطة من المحطات التي نقف فيها ونتدبر كتاب ربنا الذي أنزل في هذا الشهر المبارك. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ونأخذ منه الهداية. فالقرآن كتاب هداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. خطر في بالي وأنا أفكر في لقائنا في مجالس الطيبين عبر شهر رمضان عما أتكلم، ووقع في يدي كتاب من كتب التربية. هذا الكتاب إنما نشأ من تقرير للأمم المتحدة لليونسكو، واسم هذا الكتاب، وقد جئت به معي حتى نكون سويا على بينة من الأمر، أنشطة القيم الحية للأطفال بين 3 سنوات إلى 7 سنوات. هذا هو الكتاب الذي معنا اليوم، والذي خطر في بالي أن نجعله موضوعا للقائنا في شهر رمضان. هذا الكتاب طبع وموجود في السوق، ومن تأليف ديان تلمن وديانا هسو، مع نشاطات من مربين من مختلف أنحاء العالم، وجعلوا تقرير الأمم المتحدة منهاجا لهم. تقرير الأمم المتحدة كان تحت رئاسة السيد جاك دولر، ويحمل التعلم ذلك الكنز المكنون، ويتكلم عن القيم النشطة التي ينبغي أن نعلمها أبناءنا وأن نعلمها لشبابنا وأولادنا. ولذلك نرى هذا الكتاب في 4 مجلدات أو 4 أجزاء، الأولى للأطفال من سن 3 إلى 7، والثانية للأولاد من سن 8 إلى 14، والثالث للشباب وهو ما فوق 14، والجزء الرابع جعله دليل تدريب المربي، وتكلموا بطريقة علمية تربوية منهجية لكيفية تحويل هذه القيم إلى مناهج تعليمية يدرسها الطلاب في المدارس. السؤال الذي سألت نفسي عنه، هذه القيم التي يتكلمون عنها، قيم السلام، قيم
احترام، الاحترام، احترام الآخر، قيم الصدق والنزاهة، التواضع، قيم المحبة، قيم كثيرة، 11 حزمة من القيم. هل يعرف ديننا ذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والإجابة واضحة في ديننا، ولكننا نريد أن نبلغ بها العالمين، وقبل أن نبلغ بها العالمين ينبغي أن نذاكرها. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. فذكر، إن الذكرى تنفع المؤمنين. أردت أن ننتفع بأخلاق سيد الخلق الذي وصفه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان خلقه القرآن، وكأنه قرآن صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض. في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصاحبنا في هذا الشهر. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلنا نقلد أخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعل معنا وفي طريقنا دفعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبته ومن محبة الله سبحانه وتعالى بالأساس. هيا بنا نتأمل تلك الحزم التي تكلم عنها. هل أين هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مواقفه التربوية؟ وجدت كتابا ماتعا ومجهودا جليلا قام به بعض العلماء بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد إمام الحرم المكي، وبإشراف أيضا مدير دار الوسيلة عبد الرحمن ابن ملوح. وصدر هذا الكتاب في 12 مجلد اسماه نظرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها موسوعة. وأتى بالأخلاق الممدوحة المطلوبة، وأيضا بالأخلاق المذمومة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الموسوعة بين الأمر والنهي، أو بين الإرشاد النبوي أمرا ونهيا. هذه الموسوعة صدرت في 12 مجلد من هذا الحجم، يعني كل مجلد، المجلد الأول هذا في 597 صفحة أو في 600 صفحة، ومعنى هذا 600 وشوية، معنى هذا أنه عندنا 12 مجلد من هذا، آخرها للفهارس. نظرة النعيم تتكلم بتوسع عن هذه الحزم 11 التي معنا، ولكن المقصود ما الذي يربط تراثنا بعصرنا؟ المقصود من هذا أننا أصحاب رسالة، وأننا أصحاب أخلاق قويمة احتاج إليها العالم. هذا العالم اليونسكو محتاج إليها. 11 حزمة كلها من بضاعتنا، وبضاعتنا ردت إلينا. خطابي للمسلمين قبل أن يكون لغير المسلمين، قبل أن يكون للعالمين، لكن للمسلمين: إذا لم تلتزموا بهذه القيم التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي احتاجها البشر في كل مكان، فأنتم لا تعبرون التعبير الصحيح عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وبذلك نكون حجابا بين الخلق والخالق.
ونعطي صورة سيئة. ولذلك إذا أردنا أن نغير فلا بد أن نبدأ بأنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طوال رمضان وفي مجالس الطيبين سوف نشرح هذه الحقيقة الربانية، هذه الأخلاق الكريمة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أوائل هذه القيم التي يهتمون بها قيمة الاحترام. هل أنا كإنسان أحترم الآخر أو لا أحترم؟ أحترم ماذا؟ أحترم الإنسان؟ أحترم المرأة؟ أحترم العبد؟ أحترم الضعيف؟ أحترم الطفولة؟ أحترم الحيوان؟ أحترم النبات؟ أحترم الجماد؟ فهل ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الجانب؟ هيا بنا نرى ما رواه الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه. قال: بلغ صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يهودية فأسلمت، كانت من قوم غيرنا أو من ديانة غير ديانة المسلمين فأسلمت. قالت حفصة، أن حفصة قالت: بنت يهودي بلغ صفية هذا، فبكت وظنت أن هذا الكلام الخطأ الذي صدر من ستنا حفصة، والنبي يربي أولاده وأتباعه وأزواجه ويربينا إلى يوم الدين، وكان يقول: أنا منكم مثل الوالد للولد. بكت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا صفية؟ قالت حفصة لي: إني بنت يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يبكيك؟ إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي، ففيما تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة. في هذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نحترم الأقوام الآخرين. وبعدما انتقلت صفية إلى الإسلام أمرها أن تفتخر أنها كانت كذلك، وأنها من بنات موسى، والإسلام يؤمن بموسى وعيسى، وأنها عمها هارون، وأنها زوج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعلم صفية أن تفتخر بذاتها وأن تحترم ذاتها، وأن لا تجلد نفسها ولا تتشكك في مكانتها، ثم أمر حفصة بأن تتقي الله وأن تحترم الآخرين. كلام جميل مع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي على بركة الله كل يوم في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.